أقام مكتب الثقافة بمديرية الشحر دورة تدريبية في مجال تعلم الموسيقى كأول دورة نوعية تخصصية تقام في مدينة الشحر. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. على أنغام الآلات الموسيقية دشنت بمديرية الشحر الدورة التدريبية في مجال تعلم الموسيقى التي ينفذها مكتب الثقافة بالمديرية بالتعاون مع معهد الراقي للتنمية والإبداع، والذي يشارك فيها 20 متدربا من مواهب أبناء الشحر. مكتب الثقافة بالشحر أشاد بمستوى الإقبال الكبير للتدريب في هذه الدورة، حاثاً المتدربين على الانضباط والاستفادة من مخرجاتها والتي تصب في مصلحة تطويرهم مستقبلاً في تعلم الموسيقى. كما عبر المتدربون من جانبهم عن سعادتهم للالتحاق بالدورة التي أتاحت لهم الفرصة لتنمية مواهبهم وصقلها على أرض الواقع في إحياء العديد من المناسبات الفنية في الفترة القادمة. تقوم الدورة على تعليم المتدربين أساسيات وأصول بدايات العزف على الموسيقى. طبعا جميع المتدربين تقريبا بادئين من الصفر، فنرى نحن والحمد لله أنهم الآن وصلوا إلى مرحلة طيبة. الأستاذ محمد بعامر وضع منهج من خلاله، يعتبر منهج علمي طبعا، من خلاله نستطيع أن نقفز بالمتدرب من مرحلة العشوائية إلى مرحلة الترتيب، وعلى أمل نحن نستقبل جيل في المستقبل يستطيع أن يعزف بشكل أكاديمي ويقوم بالحفاظ على ما هو قادم، ما هو سابق عفوا موروث، وما هو قادم من موسيقى إن شاء الله تكون جميلة. الدورة التي تستمر على مدى 15 يوما لمدة شهر يتلقى خلالها المتدربون أساسيات اللغة الموسيقية بما يتيح لهم قراءة النوتة واستخدام العلامات الموسيقية والمصطلحات، بالإضافة إلى تعلم عزف بعض المقطوعات الموسيقية كآلة العود والكمنجة والأورغ وكيفية استخدامها والتعامل معها تحت قيادة مدرب الدورة المايسترو محمد باعامر وعبد الله بروق.